المارستاني المؤيدي كانت في الاساس مدرسه بناها السلطان الاشرف شعبان بن حسين، تمام؟ ده ابن اخو السلطان محمد بن قلاوون. وبعدين في العصر الجركسي في عهد السلطان المؤيد شيخ حولها من مدرسه لمستشفى. في الفتره اللي ما بين المؤيد شيخ وما بين شعبان بن حسين حصل حركه انقلاب ما بين، او هنسميها ايه، خلاف ما بين الامراء، فاستغلها الامراء كمعقل حصن يضربوا منه القلعه. الكلام ده حصل في فتره عزل السلطان الظاهر برقوق، وعزلوا السلطان الظاهر بعدها. فلما تولى السلطان برقوق بقى تاني امر ان هي تتهد، وكان ناوي يهد المدرسه بتاعت السلطان حسن، وبالفعل هد السلم بتاعها، تمام؟ ولكن دي فضلت خرابة لغاية مع عهد المؤيد شيخ، أعادها تاني وحولها المستشفى. يلا نروح مصر.